النهارده هنعمل اكله قديمه، اكله مزاجها عالي ومتكلف، اكله عاديه خالص بس اكله يعني ايه، هي اسكندراني. هنعمل النهارده كشري، بس كشري عدس اصفر. تمام، تابعونا تابعونا كده وتفرجوا، هنعمل اكله حلوه وهنتكلم عليها ونقول بتتاكل مع ايه والنهارده هنعملها مع ايه. تابعونا هتتبسطوا. في الحله هنعمل ايه بقى؟ هننزل كده ايه شويه زيت، معلقه زيت، هنروح حاطين عليها معلقه سمنه حلوه كده ايه تدي طعم وريحه، وننزل عليهم بايه بقى؟ بكوبايه ونص ميه. ننزل بقى يا باشا كمان معانا ايه بقى؟ شويه ملح كده، معلقتين، شويه فلفل حلوين، وايه معاهم؟ معاهم ذره كركم اهي، هي كده على طرف المعلقه. كده الميه غلت، هنقوم عاملين ايه؟ جايبين شويه الرز، كوبايه الرز مع كوبايه العدس بس خلاص، ونروح نقلبين. خلاص هي كده غليت زي ما بنعمل الرز بالظبط العادي يعني، الميه غليت هنقوم شايلينها اهي، حاطينها على النار العين الواطيه جدا ونغطيه. على ما الكشري يستوي تعالوا اقول لكم على حاجه. الناس الاسكندرانيه القدام بياكلوا وما زالوا يعني وبياكلوا السمك المشوي مع الكشري الاصفر. انا شخصيا باكل السمك المشوي مع رز ابيض ببصله، تمام، بس الناس اللي هي يعني غاويه قوي بتاكله مع الكشري الاصفر. النهارده عشان انا ما عنديش سمك مشوي او مش عامل سمك مشوي، فهعمله ببيض مدحرج، وفي كده عارف تركايه حلوه لطيفه، البصل نفس البصل بتاع الكشري العادي، هنجيب بصله هنقطعها ويعني نحط معاها شويه نشا كده كويس، وتتحمر في الزيت، وفي الاخر هتتحط مع الكشري. واحنا بس احنا النهارده معانا ايه؟ بيض مسلوق وفي شويه سلطه خضراء بتجهزوا، حاجه عسل. تعالى بقى نشوف الكشري حصل فيه ايه. كده هنبص بقى كده نشوف الكشري، هو غالبا هيكون خلاص استوى. سلام، حاجه كده ايه، ممكن مثلا نديله كده ايه واحده كده بالله. السلام، كده الكشري خلاص استوى. نعمل كده نعمل كده نعمل كده، حلو قوي استوى وبقى 10 على 10. نجهزه بقى، ندحرج له البيض، ندحرج له البيض، وكمان عملنا البصل المقرمش، هندحرج البيض ونشوريكم بقى ايه الكشري في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هندحرج البيض. الاول ندحرج كده ايه معلقه سمنه حلوه، خلاص مش تبقى فاهمين، بس موضوع دحرجه البيض ده حاجه كده مش حاجه بسيطه يعني، حاجه ده هندسه. نحط الاول كده ايه شويه فلفل، شويه ملح، والبيض هيتدحرج بمعنى الكلمه. هنعمل ايه؟ هنعمل كده وهنعمل كده، خلاص. اللي بعده اللي بعده، دي اسمها دحرجة البيض. احنا كده بنعمل ايه؟ ندحرج البيض، شوية فلفل حلوين كمان، وايه؟ وشوية ملح كمان حلوين اهو. عملنا الكشري وحطيناه في شكل لطيف، دحرجنا البيض زي ما شفتوا وحطيناه في النص. مش فاضي غير ان احنا نعمل ايه؟ ناخد بقى شوية بصل حلوين كده اهو، تمام؟ نروح جايين حاطين في الجناب كده شوية بصل. عملنا شوية كشري حلوين دلعناهم، حطينا عليهم شوية بصل في الجناب، دحرجنا له 4 بيضات حلوين. مش فاضل غير حاجة واحدة بس، شوية بقى ايه سلطة خضراء كده ساقعين، جرجير على طماطم على خيار على جزر على شوية زيت على شوية ملح شوية فلفل شوية زعتر. طلعوا بقى بص سلطة خضراء عجب، ويا سلام لو لو بص شطة على السلطة الخضراء دي، حبة شطة كده وتاخد المية بتاعتها تسقسق بقى كده على الكشري، تاخد معلقه بالبصل والبيض، تبقى حاجه ويل يا ويل.
كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.